مشاهدينا في كل مكان تحياتي واهلا بكم وحلقه جديده من الحصاد. والنهارده في حلقتنا هنتكلم في موضوعات كلها خاصه بالزراعه والتنميه الزراعيه. يمكن اول موضوع معانا هنتكلم عن زراعه الارز بالتكثيف، وده طبعا اللي احنا محتاجينه في هذه الفقره، خصوصا مع قله او ندره المياه في الفتره اللي احنا بنعيشها، فاكيد محتاجين اننا نزرع رز ونحقق فائض ونصدر كمان، لكن بطريقه نرشد بيها استخدام الميه، وده اللي احنا هنناقشه النهارده وجوانب الموضوع وجوانب زراعة الأرز بالتكثيف بشكل كامل مع ضيفنا الكريم دكتور سعد شبلي باحث بمعهد المحاصيل الحقلية. أما الفقرة التالية إن شاء الله ففيها هنتكلم عن الخدمات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، وطبعا الزراعة وتطوير الزراعة وتطوير الإنتاجية وزيادة الإنتاجية يتطلب دائما علينا توفير مستلزمات الإنتاج، وده الموضوع إن شاء الله اللي هنناقشه في هذه الفقرة مع ضيفنا دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية. ولكن كما هي العادة نبدأ ونستهل هذه الحلقة بنشرتنا الإخبارية، اللي أول خبر طبعا فيها بيقول الرئيس السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد وبرقية تهنئة لملوك ورؤساء وأمراء دول العالم. أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لفتة وطنية منه أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية والتي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، حيث أفاد كل من محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك وعبد العزيز الشريف إلى طائفة السريان الأرثوذكس وأحمد محمد إيهاب إلى كنيسة الأسقفية ومحمد عادل مختار إلى طائفة الروم الكاثوليك. كما أوفد الرئيس اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد، وهم اللواء شرطة رجب محمود أحمد عبد العال إلى طائفة السريان الكاثوليك، واللواء شرطة مجدي محمود علي المغازي وإلى طائفة المورنة الكاثوليك، كمان اللواء شرطة السيد يوسف إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة إيهاب مختار محمد معوض إلى طائفة اللاتين الكاثوليك. أيضا بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وأعرب لهم فيها عن أرق وأصدق تهاني بهذه المناسبة، متمنيا لهم التمتع بالصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرقي والازدهار. حقيقة مع نهاية كل عام بتشهد مصر مشاهد كتير جدا من الوطنية ومن الوحدة الوطنية ومظاهر النسيج الواحد اللي طبعا بنشوفها كتير جدا في كنائسنا احتفالا بعيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل مصري بخير، وكل سنة وكل مصري بيتمتع بالأمن والأمان وبيحب بلده وبيعمل على تطور بلده للأمام إن شاء الله. كل مصري في هذه الأيام بالتأكيد بيعمل بشكل مختلف، بيعمل بشكل جديد، بيعمل ليس كما عهدنا من سابق، وده اللي احنا محتاجينه في الفترة دي ومحتاجينه في الفترة الجاية الحقيقة، واللي دايما بنعول عليه بشكل كبير جدا في برنامجنا الحصاد بدورنا التوعوي وبدورنا ان احنا نقول لكل واحد ازاي يقول لبلده شكرا وازاي يساعد بلده بطريقته وفي مكانه. بالتأكيد كل واحد فينا يقدر يقول مصر تحيا مصر بشكل او باخر، وبالتأكيد كل واحد فينا يقدر يشتغل بشكل مختلف عن التاني ويدي لبلده الكتير جدا. الحقيقة في نهاية كل عام بيبقى عندنا كده رصد لما حدث بالعام، واعتقد انه من اخر الاخبار اللي حصلت كمان في هذا الاسبوع الاخبار الساره جدا هو شفاء الطفل زين، من الحاجات اللي اثرتني انا شخصيا جدا، ومن الحاجات اللي بتقول اننا عندنا مستشفيات جديرة ان هي تعالج اطفالنا، ومستشفيات جديرة ان هي تراعي اطفالنا، وكمان جديرة ان احنا نقف جنبهم، وجديرة ان احنا نمدهم بالتبرعات ونمدهم بكل ما اوتينا من مساعدة علشان اطفالنا. مبروك لوالدة الطفل زين ولوالده، ومبروك لكل طفل بيتم شفائه، ويا رب يشفي كل اطفالنا على مستوى الجمهورية وكل بقاع الارض. يا رب نتمنى ان كل طفل في كل
الدنيا ما يبقاش بيتألم ولا يبقى حاسس أبدا بأي مرض، وده اللي احنا طبعا محتاجينه. وأعتقد أن دي من الأخبار اللي يعني أسعدتني أنا شخصيا، وأعتقد أسعدت كل مصري سمعها، لأن هي بتزيد من الثقة في مؤسساتنا الطبية في مصر. الخبر اللي بعد كده بيقول: القائم بأعمال رئيس الوزراء يبحث مع وزير شؤون مجلس النواب عدد من الملفات. من جديد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء منذ قليل المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالحكومة. كان المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب قد هنأ الشعب المصري بعد موافقة البرلمان النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، موضحا أنه يعد بمثابة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري لتأمينه من الناحية الصحية. أيضا ترأس القائم بأعمال رئيس الوزراء صباح اليوم الأحد اجتماعا بشأن مدارس النيل لمتابعة العمل بها في ضوء اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء 100 مدرسة أخرى للنيل. معنا اتصال هاتفي من أستاذ حسن أبو خزيم مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة روزا اليوسف، اللي بالتأكيد دايما عنده تفاصيل أكتر. أهلا بيك أستاذ حسن. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة. مساء النور عليك يا فندم. طبعا لقاء زي ده كان فيه مناقشة عدد من الملفات، أكيد كان فيه كتير جدا من التفاصيل اللي نحب نسمعها طبعا من حضرتك. بالفعل خلينا نأكد في البداية أستاذية أن هناك فيه اهتمام كبير من الدولة وخاصة بملف التعليم والصحة، ولذلك يمكن بصفة شهرية هناك اجتماعات بين رئيس مجلس الوزراء ومسؤول التعليم ورئيسهم الدكتور طارق شو. كان اليوم طبعا الدكتور مصطفى مدبول القائم برئيس باعمال رئيس مجلس الوزراء تابع ملف تطوير التعليم وخاصه في جزئيه يعني مدارس النيل الدوليه. مدارس النيل الدوليه ده نموذج محترم، يعني ولذلك هناك متابعه كبيره من الوزاره ومجلس الوزراء بخصوص هذا النموذج والتوسع منه، ولذلك تم التاكيد على دور القطاع الخاص. دور القطاع الخاص مهم جدا في هذه الجزئية وإنشاء مدارس كثيرة، وخاصة الدولة بتولي اهتمام كبير بالنسبة للمدارس. طبعا هناك اهتمامات كبيرة بالنسبة لملف يعني ربط التعليم بسوق العمل، وأن تكون هناك عمالة متدربة بالنسبة لسوق العمل. وإحنا شفنا حجم المشروعات اللي هو تم إنهائها خلال الفترة الماضية، يمكن وفرت أكثر من 3 مليون فرصة عمل بالنسبة للشباب في كثير من القطاعات، ولذلك الدولة بتتوسع في مدارس النيل زيها زي مدارس المتفوقين، زيها زي مدارس المدارس اللي إن شاء الله هتبدأ العام المقبل كذلك. حتى يعني حتى هذه اللحظة تم الانتهاء من وجود حوالي أكثر من 22 مدرسة يابانية مستعدة بالنسبة لدخول الطلاب إن شاء الله في العام الجديد، وأن تكون لدينا تجربة يابانية محترمة بعد عمليات تأهيل المدرسين والمعلمين، وأن تكون هناك شفافية بالنسبة لاختيارات الطلبة والتلاميذ اللي هم بيلتحقوا بهذا الملف وهو المدارس اليابانية. خلينا نتكلم عن الملف ده بالذات أستاذ حسن، يعني كان فيه كتير طبعا جدا من أولياء الأمور حابين أن هم يطمنوا على هذه التجربة طبعا اليابانية المصرية، اللي كان فيه أخبار في الأيام الأخيرة بتوقف هذه التجربة لوقت معين، فوصلنا لحد فين بالضبط؟ يعني بالفعل عندما مثلا صارت بعض الشكوك بالنسبة لي يعني عدم تأهيل المعلمين، عدم وجود شفافية في تقدم الطلاب والتلاميذ بالنسبه للمراحل الاولى، ولذلك تم ايقاف هذا الامر حتى تكون هناك استعداد كبير من وزاره التربيه والتعليم وتدريب المعلمين، وان يكون هذا النموذج يطبق باعلى المواصفات كما هو موجود في اليابان. والحمد لله لدينا العديد من التجارب المصريه في اكثر من مجال، نحن لسنا اقل من اليابان في هذه التجربة التعليمية اليابانية، ولذلك هناك يعني تطوير أو إيجاد مدارس وتوفير عدد كبير من المدارس إن شاء الله لا تقل عن حوالي 100 مدرسة يابانية إن شاء الله سيعملوا
يعني العام المقبل، بالإضافة تكون وزارة التربية والتعليم عملت الكوادر الفنية والتعليمية المطلوبة في هذا المجال. لأن وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شاو وزير التربية والتعليم والحكومة يعني بالتنسيق بينها وبين الحكومة رفعت شعار أستاذ، وهو المعلمون أولا. المعلمون أولا عن طريق التدريب، حوالي 500 ألف معلم بيتم تدريبهم. حتى بالنسبة لي الكوادر الكبرى، بالنسبة لي قيادات وكلاء الوزارة على مستوى المحافظات 27 محافظة، كذلك مدير الإدارات التعليمية، يجب أن يكون هناك تدريب على مدار الساعة بالنسبة للقيادات الكبرى في وزارة التربية والتعليم، وخص بالذكر وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة في المحافظات ومدير الإدارة، وكذلك مدير المدارس والنظار يجب أن يكونوا مؤهلين بالنسبة لي في التعامل مع المناهج الجديدة. طبعا وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدا، هناك اهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم والصحة كغيره من المجالات وكغيره من الملفات، لأن كل الملفات مفتوحة وبيتم التعامل بها على التوازن، زي ما أكد السيد الرئيس بالأمس في افتتاح عدد كبير من المشروعات الخدمية في الإسماعيلية وتفقد الأنفاق أسفل قناة السويس، أي أن كل الملفات يعني بيتم العمل فيها من خلال الدولة على التوازي، ومفيش مجال أو ملف من الملفات وإلا الدولة بالفعل فتحت هذا المجال، وإحنا شايفين يعني مكافحة الفساد. وده طبعا من الحاجات اللي إحنا لازم نرفع ليها القبعة، وأنا بشكرك جدا أستاذ حسن أبو خزيم مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة روزا اليوسف. الحقيقة أنا سعيدة جدا لسماع أكتر من مرة في أكتر من ملف وأكتر من جزئية كلمة تدريب، تدريب العمالة، تدريب الطلاب علشان يبقوا قادرين إن هم يخرجوا لسوق العمل، تدريب المعلمين، وده طبعا من أهم الحاجات اللي احنا لازم ننظر إليها. مبسوطة جدا علشان ده موجود، لأنه الواحد لما كان بيقعد يقول حصل إيه في 2017، فالحقيقة دي من الحاجات المهمة جدا 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 اللي حصلت في 2017. ولذلك مشكور جدا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وأيضا الدكتور مصطفى مدبولي. الحقيقة يعني مناقشة عدد من الملفات الهامة جدا، وعلى رأسها طبعا المدارس اليابانية اللي كان بيشغل عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي كانوا طبعا محتاجين ان ولادهم يلتحقوا بهذه المدارس. الخبر اللي بعد كده بيقول الزراعة نتوسع في صوب الخضروات لزيادة الصادرات وانشأنا 46 ألف صوبة. كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة عن الموافقة على إعطاء تراخيص صوب إنتاج الخضروات ل 46 ألف صوبة بمختلف المحافظات في الفترة من 10 من الشهر الماضي وحتى 20 من الشهر الجاري. أيضا أكد على أن استمرار الاعتمادات لرخص الصوب ومشاتل إنتاج الخضر بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلي وزيادة التصدير. وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية إن هناك لجنة مشكلة من قبل مكافحة الآفات الزراعية وإدارة الحاصلات الزراعية للنزول إلى صوب الخضروات، وذلك لمكافحة جميع الأمراض والآفات وإعداد تقرير بذلك. ذلك بالإضافة إلى منح ترخيص العديد من مشاتل إنتاج شتلات الخضر بمختلف المحافظات، والتي تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوي مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج من الخضروات في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ده يعني من الحاجات الأهم جدا الحقيقة، تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، واللي طبعا دايما بنحصل عليه في هذا التوقيت بالذات. أكيد في تفاصيل كتير جدا عند مهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين. أهلا بيك يا باشمهندس. بيك يا فندم، واهلا بكل الساده المشاهدين واخواننا المزارعين. اهلا بيك يا فندم. تفاصيل طبعا اكتر عن هذا التقرير اللي بنحصل عليه في هذا التوقيت، وبالتاكيد حضرتك عندك كتير جدا من يعني الحكايات عن هذا الموضوع الخاص طبعا بالمحاصيل البستانيه. الحقيقه انه كميه الانتاج ونوعيه الانتاج ترتبط ارتباط اساسي بعاملين مهمين جدا، وهم الاعداد الجيد للارض الزراعيه للزراعه،
وزائد التقاوي او الشتله اللي هي ماده الاقصار اللي انا هزرعها سواء كانت بذره او شتله. عشان كده في قانون الزراعه بينظم انشاء المشاتل سواء لانتاج شتلات الخضر او انتاج شتلات الفاكهه او ايضا انتاج التقاوي البذريه لكافه المحاصيل الحقليه والزراعيه. وزاره الزراعه هنا بتقوم بدور مهم جدا، هو دور الرقابي في انتاج التقاوي سواء كانت تقاوي بذريه او سواء كانت شتلات. عشان كده احنا بنحذر اخواننا المزارعين من عدم التعامل مع المشاتل الغير مرخصه والتعامل فقط مع المشاتل المسجله والمعتمده لدي وزاره الزراعه، وضروره حصول المزارع على فاتوره من المشتل بنوعيه الشتله اللي اشتراها والصنف والعمر. حتى لو تعرض المزارع لمشكله فيما بعد وحصل شكواه نعرف اذا كانت المشكله من الشتله نقدر نعوضه ونجيب له حقوقه كامله. عشان كده وزاره الزراعه بتقول لاخواننا المزارعين لو سمحت لما تيجي تشتري شتلات خضر او شتلات فاكهه او تقاوي خد فاتوره من المشتل اللي هتشتري منه، لانه المشات المرخصه فقط هي اللي هتديك فاتوره، والمشات المرخصه دي بتخضع للاشراف الفني والرقابي للجهات المعنيه بوزاره الزراعه. الحمد لله النتاج ده على ارض الواقع بان في كميه الانتاج، وبالتالي بان في كميه المحاصيل المصدره خاصه من الخضر والفاكهه هذا العام. الدليل على صحه هذا الكلام انه معدلات التصدير زادت هذا العام 500,000 طن عن العام الماضي، وصلنا الحمد لله حوالي 4,700,000 طن او 4,800,000 طن، ما اعرفش الرقم وصل كام دلوقتي، لكن زدنا الحد من اسبوعين فاتوا 500,000 طن عن العام الماضي، وده مجهود ادارات عديده وجهات عديده في وزاره الزراعه على راسها السيد استاذ الدكتور وزير الزراعه دكتور عبد الله البنا رئيس مركز البحوث الزراعيه، الساده نواب الوزير خاصه النائب وزير للخدمات والمتابعه، رئيس قطاع الارشاد، الاداره المركزيه للفحص واعتماد التقاوي، الاداره المركزيه للبساتين، وكل الجهات تشتغل مع بعض وفق منظومه عمل واحده، لان في النهايه نحن نستهدف امر واحد وهو زياده انتاجيه طبعا المحاصيل الزراعيه، ومن ثم نصب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل معينه، واللي طبعا بدوره بيساهم في زياده الدخل القومي. انا بشكرك جدا مهندس محمود عطا رئيس الاداره المركزيه للبساتين، شكرا جزيلا يا فندم. اتكلم مهندس محمود عطا في نقطه مهمه جدا وهي المشاتل المرخصه، ده حال كتير جدا من مستلزمات الانتاج الزراعي اللي بنتكلم عنها زي المبيدات زي الاسمده زي كتير جدا من مستلزمات الانتاج الزراعي اللي احنا بنقول يا جماعه خلوا بالكم دايما لازم المكان اللي بناخد منه هذه المستلزمات يكون مرخص. المشاتل المرخصه هتخلينا نقدر ازاي نحل المشكله، لو في مشكله خلينا نعرف ايه العيوب علشان نحط ايدينا على الحلول. بالتاكيد الخبر اللي بعد كده بيقول ازرع ارتفاع الانتاج الكلي لمصر من الاسماك لمليون و706 الف طن لاول مره. قالت الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه واستصلاح الاراضي لشؤون الثروه الحيوانيه والداجنه والاسماك ان اجمالي الانتاج الكلي لمصر من الاسماك ارتفع الى مليون و706 الف طن لاول مره، وذلك بعد الافتتاحات الاخيره للمشروعات السمكيه، مشيره الى ان التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي للمياه المالحه والعذبه يساهم في تلبيه الاحتياجات المحليه من اللحوم البيضاء ويحد من موجة الارتفاعات في أسعار اللحوم الحمراء. أيضا أكدت نائب وزير الزراعة اليوم الأحد أن إنتاجية الأسماك في بحيرة ناصر تضاعفت لتصل إلى 5750 طن، وذلك خلال الفترة من 15 مايو 2017 وحتى 15 سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بالعام الماضي في ذات الفترة والتي كانت 2300 طن، وزيادة أحجام الأسماك المصادرة لمبررة ذلك طبعا بتنفيذ وزارة الزراعة فترة الراحة البيولوجية لمدة شهرين، وذلك للمحافظة على المخزون السمكي وزيادة حجم الأسماك وإتاحة الفرصة لتفريغ الأسماك ومنع صيد الزريعة، وهو ما أدى لزيادة المخزون السمكي بالبحيرة.
دكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة، أهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذه ايمن؟ اهلا بيك دكتوره منى، مساء الخير عليكي. وطبعا تفاصيل كتير عن هذا الخبر، ارتفاع الانتاج الكلي لمصر من الاسماك. هذا الخبر يعتبر من الاخبار الساره طبعا للشعب المصري، خصوصا وان حضرتك عارفه ان الشعب المصري من الشعوب المحبه جدا للاسماك والثروه السمكيه بشكل عام. انا عايزه اقول حاجه، ان زياده المخزون السمكي او الانتاج السمكي السنه دي ما هياش وليده صدفه، انما وليده الحقيقه جهد الحكومه كلها. لان لو حضراتكم فاكرين ان السيد رئيس الجمهوريه اصدر قرار بلجنه لتطوير البحيرات المصريه كلها، واللجنه دي طبعا كانت مشكله من كل القائمين على هذا النظام، سواء الثروه السمكيه او الهيئه الهندسيه او شرطه المسطحات او الحقيقه حرس الحدود او الساده المحافظين، فكان والسيد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، فكانت مجموعه كبيره، وادت الى ان النهارده تطوير البحيرات وازاله التعديات وتطهير البواغيز وعمل قنوات شعاعيه وعمل حزام امن وعمليه وقف الصيد الجائر وعمليه ان احنا نقفل البحيرات وصيف البحيرات لفتره زمنيه معينه، كل ده ادى الى زياده الانتاجيه، لان تحسين البيئه المحيطه للانتاج هي اللي ادت الى زياده الانتاج. يعني انا على سبيل المثال ان احنا بنقول بحيره ناصر زادت بنسبه 30%، وبحيره ناصر كان كل اللي اتعمل فيها ان احنا تم غلق لمده شهرين للراحة البيولوجية وعدم صيد الذريعة وإعطاء فرصة للسمك إنه يكبر، وكل الإجراءات اللي تمت دي أدت إلى زيادة 30%. وطبعا إن إحنا عندنا البحيرات الأخرى تم فيها أكثر بكتير من اللي تم في بحيرة ناصر. طبعا مجهود مشكور لحضراتكم دكتورة منى محرز، ونتمنى إن شاء الله في الفترة القادمة مزيد من هذه الإجراءات والأخبار السارة للشعب المصري. بشكرك جدا دكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة. الخبر اللي بعد كده بيقول الزراعة تحظر مبيد بروميد الميثايل وحملات على المحال لتطبيق هذا القرار. تواصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة تشكيل حملات مكثفة دورية على محال وأسواق المبيدات، وذلك للتأكد من تفعيل قرار حظر استخدام بروميد الميثايل في أغراض الإنتاج الزراعي، وذلك وفقا لاتفاقية مونتريال، والذي صدر منذ الأول من يناير 2015، والذي قصر استخدامه فقط على أعمال الحجر الزراعي ومنع استخدامه لأغراض أخرى. كما قررت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في اجتماعها الأخير اعتماد 8 مبيدات و3 مركبات حيوية بديلة لبروميد الميثايل، خاصة في مجالات تعقيم التربة ومكافحة الآفات، بعد أن أكدت المراجع العلمية والدولية خطورته على طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. معنا دكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات، تعليقا طبعا على هذا الخبر وتفاصيل من أجل هذا الخبر، أهلا بيك يا فندم. دكتور محمد، طيب تمام، واضح ان احنا فقدنا الاتصال، خلينا نعاود الاتصال مره تانية بدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الافات. الخبر اللي بعد كده بيقول الداخليه مقتل 9 ارهابيين يزرعون القنابل بسيناء وضبط 9 اخرين. قالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تتبع العناصر الإرهابية التي تتخذ من بعض مناطق محافظة شمال سيناء، مرتكزا لتنفيذ عمليات غذائية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ عدد من تلك العناصر لمزرعة كائنة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،
وكرا للاختباء من الملاحقة الأمنية والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال سيناء. أيضا أكدت المعلومات تورط العناصر المشار إليها في زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، والتي أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة. هذا وساهمت الضربة الاستباقية لتلك البؤرة في إجهاض مخططات عناصرها لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية والتي كانوا يعتزموا تنفيذها ضد بعض المنشآت الهامة والحيوية. طيب خلينا ناخد اتصال على الخبر السابق، الخبر اللي كان بيقول الخبر اللي خاص طبعا بالزراعة تحظر مبيد بروميد الميثايل وحملات على المحل لتطبيق القرار. كان معنا دكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الأفات اللي فقدنا الاتصال معه. عودة لدكتور محمد عبد المجيد، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. طبعا حظر مبيد زي هذا المبيد بالتأكيد وراه تفاصيل كتير جدا وصولا لهذا القرار. لا، هو بس عشان الصورة تبقى واضحة لدى الناس، مبيد بروميد الميثايل ده مبيد مصر حظرت استخدامه لأغراض الإنتاج الزراعي بتاريخ 1/1/2015، يعني من حوالي سنتين بالظبط. إنما إلا من أغراض الحجر الزراعي، إلا من أغراض الحجر الزراعي، عشان الكلام يبقى دقيق. والكلام ده وفقا لاتفاقية مونتريال. فائدة مونتريال بتنص على جواز استخدام بروميد الميثايل في أغراض الحجر الزراعي، فإحنا بنستخدمه فقط، إنما لا يستخدم في الداخل. لم يعد بروميد الميثايل يستخدم لأغراض لا تعقيم التربة ولا مكافحة آفات الحبوب المخزونة ولا مكافحة الفطريات اللي موجودة في التربة إلى آخره. فأرجو إنه يبقى الناس عارفة إن مصر أوقفت استخدام هذا المبيد من 1/1/2015. النقطة الثانية اللي حضرتك بتشير إليها وهي موضوع الرقابة. إحنا لدينا برنامج رقابي متطور للتفتيش على محال ومنافذ الاتجار في المبيدات، بيتعاون معانا كافة الأجهزة والجهات المعنية في هذا الشأن. بيتعاون معانا شرطة المستصلحات المائية والبيئة، بيتعاون معانا وزارة التموين، بيتعاون معانا الجمارك، بيتعاون معانا وكمان المعمل المركزي للمبيدات. لديه قسم من اقسام الرقابه، واحنا لدينا في لجنه المبيدات لجنه اسمها الرقابه، واللجنه دي مهمتها الاساسيه متابعه كل المبيدات المتداوله في الاسواق. فانا يعني وبعدين احنا استطعنا خلال فتره لا تزيد عن عام ان احنا نضبط حوالي ما يزيد عن 200 طن من المبيدات اللي هي في 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 اطار التجاره غير الشرعيه او في اطار المبيدات المغشوشه. طبعا جهد مشكور جدا، وانا بشكرك دكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنه مبيدات الافات الزراعيه، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا يا فندم. الخبر اللي بعد كده بيقول رويترز سامح شكري يدور اثيوبيا لبحث ملف سد النهضه الاسبوع المقبل. هذا الملف طبعا الشائك الذي دائما ما نسعى للوصول لنتائج مستمره فيه. قال السفير احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجيه ان وزير الخارجيه سامح شكري سيتوجه الى اديس ابابا الاسبوع المقبل، وذلك لاجراء محادثات مع نظيره الاثيوبي في محاوله لكسر الجمود بشان مشروع بناء سد على نهر النيل يتكلف مليارات الدولارات. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية صرح إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى أديس أبابا الأسبوع المقبل لإجراء المحادثات مع نظيره الأثيوبي، وصرح إن العلاقات المصرية الأثيوبية شهدت تطورات هامة خلال العامين الماضيين، وسواء من خلال الاهتمام الخاص الذي أولته القيادة المصرية لبناء الثقة مع أثيوبيا بدءا من زيارة هامة قام بها الرئيس لأديس أبابا وخطاب تاريخي ألقاه أمام البرلمان الأثيوبي، مرورا بإنشاء اللجنة العليا
المشتركة. الخبر اللي بعد كده من وزارة التموين، الخبر بيقول وزير التموين يعقد اجتماعا بالمديريات لبحث تنفيذ قرار تدوين الأسعار على السلع. عقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا اليوم الأحد مع وكلاء الوزارة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين استعدادا للبدء في تنفيذ القرار 330 والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات الذي يبدأه تنفيذ في أول يناير. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على بعض الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار، وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك، ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون على الفاتورة المصدرة بمعرفة المورد. كما تلتزم كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج، كما أيضا يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للاطلاع عليها. أيضا يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج أو المورد، أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة، شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك. ويهدف القرار كذلك إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ حتى المستهلك. الخبر اللي بعد كده بيقول وزير البيئة العام القادم سيكون لدينا هيئة لإدارة المحميات الطبيعية. أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن أوائل العام القادم سيكون لدينا إدارة للمحميات الطبيعية، وذلك لمنع التضارب والدفع بعملية التنمية الاقتصادية. أيضا أشار إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير المحميات في الغابة المتحجرة قريبا. وأضاف فهمي في كلمته خلال احتفالية تكريم العاملين أو العاملين بمنظومة مواجهة تلوث الهواء أو السحابة السوداء إن وزارة البيئة حققت خلال عام 2017 نجاحات متعددة في العديد من الملفات البيئية المهمة، لا سيما في الملفات التي ترتبط مباشرة بصحة المواطنين مثل ملف مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء، وأيضا ملف المبيدات المسرطنة اللندين. أيضا أشار فهمي إلى أن هناك جهود مبذولة للتحكم في التلوث الصناعي وكذلك ملف نهر النيل والحفاظ عليه، وهناك أيضا ملف التغيرات المناخية والمجهودات التي بذلت في تلك القضية، وملف تطوير المحميات الطبيعية وملف المخلفات. الخبر اللي بعد كده بيقول التعليم ينتهي من تدريب 344 ألف معلم على استخدام بنك المعرفة الأسبوع الجاري. تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريب المعلمين على بنك المعرفة، حيث أكد الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الوزارة تنتهي من تدريب ما يزيد عن 344 ألف معلم وأخصائي على استخدام بنك المعرفة، وذلك نهاية الأسبوع الجاري. أيضا أضاف مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أن الوزارات نفذت ما يقرب من 5 مراحل من التدريب، والذي بدأته الفترة الماضية وجاري استكمال الأعداد المستهدف تدريبها على مصادر بنك المعرفة وآلية التسجيل والدخول عليه، موضحا أن التدريبات مطابقة لصحيح القانون وليست مخالفة لقانون الأكاديمية المهنية للمعلمين كما أشار البعض. طبعا بنك المعرفة من الحاجات المهمة جدا اللي بيتم تدريب طلبة الجامعات وطلبة أيضا الدراسات العليا اللي بعد كده، سواء هيكونوا أعضاء هيئة التدريس أو هيكونوا كوادر في مجالات أخرى. التدريب اللي وصل ل 344 ألف معلم بيقول إن احنا إن شاء الله